بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة النشأ الجديد، طلاب التاسع مستمرين بحل أسئلة الدورات. مثل ما حكينا من قبل، ذكرنا بدروس ماضية على سؤال اللي هو تشكيل السؤال، حكينا عنه بالتفصيل. اليوم نحكي عن السؤال اللي بعده مباشرة، اللي بيسبق الموضوع، اللي هو تشكيل الجواب. طبعا تشكيل الجواب بيجينا بورقة الامتحان رقمه 34 and 35، يكون آخر سؤال ما قبل الموضوع. صيغة السؤال تجي عنا على الشكل التالي، هم مكتوب عنا ملاحظين write the answers، بس أعطاني هي الصيغة، معناتها أنا وصلت على تشكيل الجواب. اخترنا طبعا 4 أسئلة دورات. في عنا بالقسم الأول محافظة الحسكة بعام 2018. هلأ الحوار جاء عنا بين سالي and أنس. سالي، how often do you use your computer؟ طبعا ضروري انا وقت بدي اشكل سؤال اعرف ايش ترجمت، عفوا اشكل جواب اعرف ايش ترجمت الجمله لحتى يكون جوابي صحيح. فالبدايه هي انا صيغه السؤال عندي هاو اوفن. هاو اوفن من ترجمه معنى كم مره. كم مره تستخدم بها ال do you use your computer، تستخدم بها الكمبيوتر او الحاسوب. طبعا وقت بدي اجاوب بعد ما اترجم ضروري اعرف ايش هو زمن الجمله. وقت بدي اعرف ايش هو زمن الجمله بدي اروح احدد ايش في عندي افعال. طبعا انا في عندي الفعل المساعد اللي هو دو، وعندي الفعل يوز. بما انه تواجد الفعل المساعد دو، فمعناته انا جملتي بالبريزنت سيمبل. بما انه الجمله بالبريزنت سيمبل، معناته انا هلا بدي كمان جوابي يكون بنفس الزمن، وبدي اكون عارفان ايش هي صيغه البريزنت سيمبل. طبعا صيغه البريزنت سيمبل عندي سبجكت فيرب بالتصريف الاول زائد الكومبلمنت. هلا السبجكت اللي بدي اخده انا، بما انه عم يسالني بصيغه المخاطب، ما بدي اجاوب عن حالي انا، فبدي اقول اي. هذا هو السبجكت. الفعل وينه يا ترى؟ يا ترى بدي ابلش بالفعل دو ولا بالفعل يوز؟ طبعا هو تقول سبجكت فيرب كومبلمنت، وقت نذكر كلمه فيرب معناتها الفعل الاساسي وليس الفعل المساعد. الفعل المساعد بيحدد لي او بيساعدني على حد انه احدد زمن الجمله، ولكن وقت بدي احل باخذ الفعل الاساسي. الفعل الاساسي اللي عندي هو ايش؟ يوز. طيب انا استخدم ايش بستخدم؟ يا اما بكمل ماي كمبيوتر، او ممكن احط او استبدله بالضمير اللي هو ات. فبقول اي يوز ات، وهلا بدي اختار بقى كم مره. ممكن اذكر وانس مره واحده، توايس مرتين، ثري تايمز ثلاث مرات. اذا ماني متذكر هدول الكلمات ممكن اكتب ابسط عباره او ابسط جمله، كنا نقول اي يوز ات افري داي، انا استخدمه كل يوم. فكلياتهم هذول عبارات صحيحة، فممكن أقول I use it for example twice مرتين a week في الأسبوع. طبعا في شغلة بتشكيل الجواب، قلنا ممكن يطلع عندي احتمالات كبيرة، يعني أنا هون ممكن يطلع عندي 100 و200 و300 إجابة صحيحة. فبسلم التصحيح بينزل عندي أنه تتنوع الأجوبة، لأن كل طالب ممكن يكتب إجابة من عنده. فأنا بقول I use it twice a week، أنا أستخدمه مرتين في الأسبوع. طالب يكتب I use it every day، أنا أستخدمه كل يوم. طالب يكتب I use it once a week، مرة واحدة في الأسبوع. فبتتنوع عندي الإجابة، ولكن ضروري أجاوب بزمن صحيح وما يكون في عندي أخطاء بموضوع الزمن. هلا هي بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني بيكمل لي الحوار نفسه. طبعا بيكون الحوار مترابط، هي نحطها ببالنا أنه السؤال الأول متعلق بالسؤال الثاني. هلا السؤال الثاني كاتب لنا What do you use it for؟ انه من اجل ماذا تستخدمه؟ طبعا عم نحكي عن مين؟ عن الكمبيوتر. طب انا يا ترى من اجل مشان ايش بستخدم الكمبيوتر؟ طبعا ممكن نقول اكثر من اجابه صحيحه. قبل ما نكتب ليش، انه ضروري كمان اعرف ايش الزمن. الزمن عندي بما انه الفعل دو قلنا بنستخدم بريزنت سيمبل، فبرجع بعيد نفس الحكي انه اي الفعل هو عندي ايش؟ يوز. بكمل I use it، أنا أستخدمه، وهلأ بختار السبب اللي أنا بستخدم مشانه جهاز الكمبيوتر. يا ترى مشان إيش بستخدم جهاز الكمبيوتر؟ ممكن أقول I use it لكتابة وظائفي. كلياتنا تعلمنا أنه لكتابة وظائفي أقول to do my homework. مثلا أنا بدي أقول أنا أستخدمه للعب الألعاب، فبقول I use it to play games. فهدول كلياتهم صيغ صحيحة أنا ممكن أعتمدها وأكتبها. ومثل ما حكينا بيطلع عندي أكثر من إجابة، بس ضروري البداية تكون عنا إياها بشكل صحيح في بداية الحل. ننتقل على محافظة حمص كمان بعام 2018. الحوار عنا بين توم and دريم. توم، when was your last match؟ طبعا قلنا لازم نترجم ترجمة صحيحة لحتى نحل بشكل صحيح.
الترجمة عم قلنا متى كانت مباراتك أو مباراتك الأخيرة بما أنه المخاطب مؤنث. طبعا الجملة زمنها أين زمن؟ إذا لاحظنا الفعل اللي موجود عندي إيش هو؟ was، معناتها أنا بدي أكتب هلأ بإيش؟ الزمن إيش؟ الماضي. فأنا بدي أقول إنه إنها كانت، وبختار بقى الفترة الزمنية اللي أنا بدي إياها لأني عم يسألني وين متى. طبعا أنا بدي أبلش هلأ بسبجكت بverb بعدين بcomplement. السبجكت اللي موجود عندي إياه ضمن الجملة إيش هو؟ عندي your last match، وقد أحكي عن حالي بقول my last match، أو بستبدل هذا الحكي كلياته بالضمير إيش؟ it، يعني متى كانت المباراة الأخيرة؟ بقول إنها كانت، بعوضها بإت. الفعل عندي يا was، وبختار بقى أنا الفترة الزمنية. ممكن أقول it was yesterday، البارحة. ممكن أقول it was last week، الأسبوع الماضي. last year، السنة الماضية. last Friday، إلى آخره. في عندي كتير احتمالات، فممكن نحن نقول it was for example yesterday، كانت البارحة. السؤال اللي بعده أنه why did your team lose، أنه لماذا خسر، لماذا خسر your team فريقك؟ إيش يا ترى الجواب رح يكون في عندي هون؟ مبدئياً قلنا ضروري نعرف إيش هو زمن الجملة. طبعاً زمن الجملة اللي عندي إيش هو؟ بما أنه موجود عندي الفعل did، الفعل المساعد did، معناتها زمن الجملة عندي في الزمن الماضي، وحكينا ضروري يكون في عندي معناتها الجواب كمان في الزمن الماضي. Why did your team lose؟ لماذا خسر الفريق؟ قلنا بس تواجد عندي كلمة why، الجواب بيبدأ عنا بكلمة because. لماذا؟ لأن. وبكمل ليش خسر الفريق؟ ممكن أختار لأننا لم نتمرن بشكل جيد. طب أنا هاي شلون بقى بدي أكتبه؟ بعد because بدي جملة كاملة مؤلفة من subject من verb من complement بالزمن الماضي. هلأ لأننا لم نتمرن نكتب because we، لم طبعا النفي بالماضي تعلمنا انه منجيب الفعل المساعد did مع اداة النفي not بصير عندي didn't، وقلنا بس تواجد didn't الفعل اللي بعده لازم اكتب بصيغة المصدر. لم نتمرن، الفعل يتمرن practice بشكل جيد well because we didn't practice well. هلا انا بجزء من امتحان حدا يقول لي انا ما خطر على بالي هدول الافعال وهدول الكلمات، يعني ماني حافظان ايش معناته يتمرن، ممكن اقول بيكوز لاننا كنا متعبين. طب ايش معناته لاننا كنا متعبين؟ نفس العمليه بيكوز وي، طبعا كنا بعد اختار يا واز يا وير بالزمن الماضي، وي بتاخذ وير، متعب تايرد. طبعا كل طالب ممكن يخطر على باله سبب معين من هدول الاسباب، ولكن ضروري نرجع من عيد، ضروري انه يكون متلائم مع معنى السؤال، ويكون زمن اللي بدي اكتب فيه هون كمان ملائم لزمن الجمله الاصليه. ننتقل على اسئله دورات جديده ومحافظه جديده. عندنا السويداء، محافظه السويداء كمان 2018. الحوار بين روبا اند فاتن. روبا عم تسال when will you go shopping؟ نحن قلنا اول خطوه اترجم ترجمه صحيحه، متى سوف تذهبين إلى التسوق؟ هلا الخطوة الثانية بدي أطلع إيش زمن الجملة، بما إنه كاتب لي الفعل will، معناته أنا بدي أجاوب هلا بصيغة المستقبل، متى ستذهبين للتسوق؟ فأنا واحد بقول لي متى أنت سوف، بدي أقول له أنا سوف، معناته لازم أجاوب بصيغة المستقبل. هلا أنا راح أجاوب عن فاتن. نحن دائما نبلش ب subject، subject عندي إيش هو؟ I، راح نأخذ نحن دور فاتن. طبعا الفعل قلنا نساوي عملية تبديل، فبقول I will سوف، وبكمل جملتي من فوق go shopping، وبختار بقى الفترة الزمنية اللي أنا رح أدني على المستقبل. مثلا ممكن أقول tomorrow غدا، ممكن أقول for example after two hours بعد ساعتين إلى آخره. فبختار الفترة الزمنية بدي على المستقبل لأنها بتخطر على بالي، ما في أي مشكلة. ممكن أقول I will go tomorrow. هلا السؤال اللي بعده كاتب لنا how will you go to the market، انه كيف ستذهبين to the market الى السوق. طبعا الجواب نفس العمليه كمان اعطيني اياه بالمستقبل، فبدي اساوي هلا عمليه تبديل بين subject والmodal verb الفعل الموجود عندنا هون، فبقول I، نكتب الفعل will، طبعا ضروري بعد will يتواجد الفعل الاساسي اللي هو موجود عندي بالسؤال، فبقول I will go. إذا حبيت أكمل to the market وبعدين أكتب الوسيلة صح، وإذا قلت I will go وكتبت الوسيلة اللي أنا بدي أتنقل فيها كمان صحيح.
هلا مثلا انا بقول لي how will you go to the market, كيف ستذهب الى او كيف ستذهبين الى السوق, بقول له I will go for example by bus, بواسطة الباص. حكينا وقتها وقت نذكر وسيلة نقل نسبقها بكلمة by ونذكر الوسيلة اللي بدي اياها. For example I will go by taxi, I will go by bus, I will go by bike. مثل ما ذكرنا بيطلع عندي كتير احتمالات موجودة عندي هون حسب كل طالب والجواب اللي بده اياه, ولكن لازم تكون الصيغة قواعديا صحيحة. هلا عنا أسئلة آخر شيء بظن كان في عنا محافظة درعا كمان 2018. هلا إذا فتحنا أسئلة الدورات بعام 2018 لمحافظة درعا رح نلاقي كمان الحوار بين ريم and زينة. ريم, where did you spend your holiday؟ طبعا قلنا لازم نترجم بالبداية. الترجمة قلنا أين أمضيتي العطلة؟ زمن الجملة يا ترى شو هو؟ قلنا مندور على أفعال. إيش في عندي أفعال مساعدة هون؟ عندي الفعل did, معناتها أنا جوابي لازم يكون بأين زمان؟ بالزمن الماضي. طيب السؤال نرجع من عيد, إذن أين أمضيتي العطلة؟ الجواب بقول أنا أمضيت العطلة وبختار المكان. السبجكت هو إيش؟ بما أنه ضمير هو you, معناتها جوابي بيكون إيش؟ دائما I. هلا يا ترى بدي ارجع اكتب الفعل ديد؟ قلنا لا, الفعل المساعد بالجواب ما بكتبه, بروح على الفعل الاساسي. الفعل الاساسي ايش هو؟ spend. يا ترى بكتبه مثل ما هو؟ انا بدي اكتب تصريفه الثاني, هذا بالمصدر. تصريف الثاني من الفعل spend ايش هو؟ spent. هذا فعل شاذ بدي اكون حفظانه. I spent my holiday, امضيت عطلتي. طبعا انا هون بختار بقى المكان اللي بدي اياه, وين امضيت العطله. مثلا اذا اقول انا امضيت العطله في مدينه اللاذقيه, فبقول I spent my holiday in لاتاكيا. بختار المكان اللي انا ممكن يخطر على بالي وبكتبه بعد ما ابدا جملتي بشكل صحيح. طيب السؤال الاخير كتبنا how long did you stay there. طبعا how long ايش كنا نترجمه؟ كم المده, كم المدة التي stay بقيت بها there هناك. هلا انا بدي اختار المدة. قبل ما اختار المدة قلنا مثل العادة نكتب بصيغة قواعدية صحيحة بالبداية. السؤال بأين زمن, قلنا دائما منطلع على ايش في عندي افعال, كمان هون في عندي الفعل did, معناتها كمان الجملة بالزمن الماضي. طيب شلون ده ابدا جوابي؟ بكتب I. طبعا الفعل stay بما انه الجملة بالزمن الماضي بكتبه بتصريفه الثاني, فبقول I stayed, انه انا بقيت there هناك. هلا بختار الفتره الزمنيه اللي مضيت فيها العطله, مثلا بدي اقول لمده شهر, بقول for a month. مثلا بدي اقول لمده اسبوع, بقول for a week. لمده شهرين for two months, لمده خمسه ايام ولنفرض for five days. فبختار انا الفتره الزمنيه اللي انا بدي اياها, ما في اي مشكله, ولكن مثل ما حكينا ضروري يكون البدايه صحيحه وملائمه لمعنى السؤال وبنفس الوقت ملائمه لزمن السؤال. يعني هي اربع اسئله دورات حبينا نحكي عنها بعام 2018 متفرقه, وان شاء الله لقدام كمان مستمرين باسئله تانية. نشوفكم على خير.